مساكم وصبحكم الله بالخير. احنا اليوم عند فرع شركة هوندا بمدينة جازان في حملة الصيانة المجانية الدراجات النارية. ما شاء الله تبارك الله، هنا استقبال الدراجات النارية وراح تأخذ بالدور. وهذه هنا بايكات التجارب، افريكا توين والسي بي الف ار والجولد وينج، وهذا سي بي ار الف ترابل ار الجديد. هذا الاستاذ يحيى ممثل مبيعات هوندا الدراجات النارية. سعد مساك حبيبي. ما شاء الله تبارك الله. هذا الان سي 750 اكس سعره 32,000. وهذا الهوندا فيوري 1300 بي توين. ما شاء الله السعر مو عليه، بس اخر مرة زرتهم اتوقع كان السعر حوالي 52,000. وهذا الافريكا توين 1100 الجديد 2020 فول اكسسوريز، سادل باكس، انجين جارد، فوق لايت اللي هي الكشافات هذه. ما شاء الله هذا اللون الأسود. وهذا الوحش سي بي ار الف دبل ار داش ار، هذا يعتبر اقوى بايك في فئته. ما شاء الله جديد. هذه التيل لايتس اللمبات الخلفية، وهذه الفليشر طبعا التشغيل بالبصمة، وهذه الشاشة LCD فول كلر ملونة. ما شاء الله هذه عشان الايروديناميك الهواء. طبعا سعره يقدر بحوالي 105,000 تقريبا مع الضريبة. وهذا السي بي الف ار كفريسر، وهذا هنا الافريكا توين. طبعا هذا القديم، هذا ماكينتو 1000 الافريكا توين 1000، وهذا الجديد هذا الشادو 750 بي تي 750 بي توين ماكينة 750. السعر تقريبا حوالي، يا يحيى كم السعر؟ 41,000 مع الضريبة. فروقات سريعة بين السي ار الف سي ار اف الف والسي ار اف 1100 اللي هو الافريكا توين. هنا طبعا الكفر تيوبلس، نلاحظ الحدايد هذه جاية في الاطراف حقت الجنط، اثنينهم فيهم اي بي اس. هنا جاية الكشافات
تحت النور مباشرة، غير الفوق لايتس هذه الحماية حقت الماكينة ما شاء الله تبارك الله. التصفيح جاي أكبر توزيع وأوسع من الموديل القديم. هذا الريديتر عبارة عن قطعتين منفصلة، هنا عداد السرعة فل LCD تاتش، طبعا يختلف عن الموديل السابق، هنا تاتش وفيها نافيجيشن، موديل السابق لا. طبعا الباك هذا DCT يعني اختصار اللي هو دبل كلاتش ترانزميشن، الجير اوتو شايفين هنا ما في جير، وهذا عبارة عن هاند بريك. هنا الجير هذا الان، هذا الدي، هذا الان وهذا الدي، وهنا يتحول لمانيوال وبعدين يتغير من هنا فوق وتحت. في مثبت سرعة، هذا هو مثبت السرعة، هنا زر التشغيل حق الكهرب، هذا الانجن جارد، طبعا كوزن يعتبر اخف من الموديل السابق. وهذه ورقة الأسعار للسيارة F1100، وهذا السعر شامل الضريبة 85,100، وهذا السعر للنسخة العادية 78,200. هذه نسخة الأدفانشر سبورت وهذه نسخة الأدفانشر العادي. نجي عند CBR 1000RR، المحرك 999,000 cc، الباور 214 هورس باور عند 14,500 دورة، والتورك 113 نيوتن. طبعا وزن البايك حوالي 200 كيلو أو تحديدا 201. السيستم اللي عليه فول سيستم من أكرابوفيك، الفرامل من نيسن، دبل ديسك امامي وسنجل ديسك خلفي، تبريد معي، وهذا الريديتر. هذه المواصفات والاسعار اللي حاب يشوفها. هذا السعر طبعا بدون ضريبه، هنا السعر مع ضريبه 105,800 ريال. هذا الهوندا شادو VTX 750، وهذه ورقة الأسعار والمواصفات، السعر شامل الضريبة 41,400 ريال، وهذه المواصفات. هذا الأخير CRF 450 الرالي، السعر شامل الضريبة 34,414، وهذه المواصفات. طبعا هذا البايك لاستخدام الأفرود، ما تصدر له لوحات، ولهذا السبب ما في هيد لايت امامي او انوار. وهذه ورقة الاسعار والمواصفات للفيوري، هذا السعر 49 من غير الضريبة، مع الضريبة 56,350 ريال، وهذه المواصفات.
شاء الله. هنا في هذه المرحلة تسجيل الدخول، أخذ البيانات البدائية لتسجيل الدخول إلى الصيانة، وهذا الترتيب ينتهي إلى هنا، تصير هذه آخر مرحلة للفحص النهائي وعمل اللازم، ومن ثم الخروج من هذا المسار. هنا أخذ بيانات البايك عشان يدخلوا هناك عند الصيانة.